بسم الله الرحمن الرحيم. رافض القاسم معكم، لا خوف عليكم. بلشنا بتعريف شو يعني سنتنس، اعطينا شو محتويات كل جمله سواء كانت ستيتمنت او كويستشن او امبيراتيف. الان بدنا نفصل فيهم واحده واحده. رح نبدا بالستيتمنتس. ولما بنحكي statements حكينا واتفقنا عليها، هي الجمل اللي بتكون subject وبعد السبجكت بكون verb مع الكومبلمنت. جملة الستيتمنت اللي بتكون محتوياتها فاعل، فعل، تكملة. خلينا نشوف شو يعني فاعل. المبتدأ أو الفاعل. المبتدأ هو إما اسم أو ضمير. طيب لما بنحكي عن الناونز، نحكي الآن عن الناونز، الأسماء. الأسماء ممكن تكون أسماء كتصنيف أول، countable nouns، أسماء معدودة، والنوع الثاني uncountable nouns. خلينا نفصل بالcountable nouns. هي الأسماء التي يمكن عدها، أو بمعنى عادة تقبل S أو ES عند الجمع. الكلمات أو الأسماء اللي بتقبل S أو ES عند جمعها هي أسماء معدودة. نأخذ بعض الأمثلة. لما بنحكي مثلا A course، اجمعها courses، an apple apples، a building buildings، a glass glasses، a family families، and a wife wives. ست أمثلة أو سبع أمثلة كتبتهم، ست أمثلة على أسماء معدودة حطينا لهم S أو ES لما جمعناهم. أنا ملاحظة سريعة كيف تعاملت معهم. هون حطينا S، هون حطينا S، هون حطينا S، لكن هون حطينا ES، هون IES، هون VES. الحالة العامة إنه بس منضيف S. الحالة الأولى الخاصة لو الاسم بينتهي بـ O، X، S، V، C، H، S، H، هون نحط له E، S. الحالة الثالثة إذا كان عندنا Y وقبلها حرف ساكن، طبعا لما بنحكي حرف ساكن يعني مش علة، بتصير هون I، E، S. والحالة الأخيرة الاف او الاف اي نقلبها لفي، بعدين بنضيف اي اس زي كلمه وايف وايفز. اذا هاي حالات املائيه هيك سريعه، ملاحظات سريعه املائيه عشان تعرف كيف بنضيف اس او اي اس. بنرجع الى الاسماء المعدوده، هي الاسماء اللي يمكن عدها او عاده تقبل اس او اي اس زي الامثله اللي عندنا هون. لكن في عندي أسماء معدودة
بس ما بنحط لهاش لا اس ولا اي اس. اذا اسماء لا لا يضاف لها لا اس ولا اي اس وهي معدوده. وهاي الاسماء اغلبنا مر عليها وبيعرفها. A person, people, a man, men, a woman, women, a child, children, a foot, feet, a tooth, teeth, a fish, fish, a sheep, sheep. إذن هاي مجموعة معينة من الأسماء اللي قدرت أنا أجمعها لكن ما حطيت لهاش لا أس ولا إي أس. هذا الناون الأول اللي هو الكاونتبل. النوع الثاني بي أنكاونتبل، لا يمكن عده وبالتالي لا يقبل لا اس ولا اي اس. مستحيل للانكاونتبل ناونز اضيف اس او اي اس. طبعا انا حطيتها على شكل مجموعات وبفضل تحفظها على شكل مجموعات حتى تسهل عليك الحفظ. اول مجموعه الليكويدز السوائل، كل السوائل هي uncountable nouns. water, tea, coffee, oil. النوع الثاني grains الحبوب، كل شيء على شكل حبات. rice, sugar, dust, rain. رز سكر غبار، dust غبار. النوع الثالث دخلنا على الكيمياء هسه gases الغازات، CO2 كربون دايكسايد، ميثان إيثان، بروبان، هيدروجين، أكسجين. النوع الرابع من الأسماء الـ uncountable أسماء الساينسز أسماء العلوم. فيزيكس، مش تحكي لي الفيزيكس عليها أس، لا فيزيكس الأس هنا من أصل الكلمة، مادة الفيزياء أو علم الفيزياء. بيولوجي، ايكولوجي، بيولوجي أحياء، ايكولوجي علم البيئة. ايكونومكس علم الاقتصاد، ماث. النوع الخامس لانجوجز، كل اللانجوجز هي عبارة عن uncountable noun. انجلش، عربيك، فرنش، سبانيش إلى آخره. النوع السادس الآن بلشنا في كلمات مهمة. abstract ideas أفكار غير ملموسة أو مجردة abstract. الأشياء اللي ما بنمسكها بإيدينا أو ممكن نحط المشاعر، نحكي المشاعر لكن ممكن أشياء غير المشاعر كمان. لما بنحكي مثلا love, happiness, patience. الآن آخر مجموعة هنا، هاي الكلمات كثير مهمة، غير معدود، فقط
في الإنجليزي. في أسماء ما بقدر أعدها بس في الإنجليزي، في العربي بقدر أعدها، في الإنجليزي غير معدودة وبتعامل معها بالتالي على إنها uncountable. الكلمات هاي اللي هي news، أخبار، money، مصاري، information، معلومات، advice، نصائح، evidence، دلائل، work، أعمال، homework، واجبات من الأستاذ أو من المعلمة، housework، أعمال منزلية، أبوك طلب منك شغلة تشتغلها في البيت، أمك طلبت منك شغلة تشتغليها جري شطف، هاي بنسميها housework. equipment، معدات، هاي الكلمات اللي الآن بتهمني كأن countable noun. إذا بلشنا نحكي بالتفصيل عن شو يعني noun اللي هو أصلا بنبدأ فيه جملتنا. الناون بيكون أساسا يا كاونتبل يا أنكاونتبل، يا معدود يا غير معدود. المعدود اللي منضيف له عادة أس أو إي أس، وحكينا كيف ممكن نضيف أس أو إي أس إملائيا هون، أو في عنا أسماء معدودة بس بتكون بدون لا أس ولا إي أس، وهذول المفروض إنك أنت كطالب بتعرفهم. أو النوع الثاني من الأسماء اللي هي الأنكاونتبل ناون اللي هي ما بنقدر نعدها. ليش ما بنقدر نعدها؟ لأنها ما بتنعد، ما بقدر أضيف لها لا أس ولا إي أس. السوائل، الحبوب، الغازات، العلوم، اللغات، الأشياء الغير ملموسة، وآخر إشي في عندنا أسماء ما بتنعد فقط بالإنجليزي. في العربي بقدر أعدها. أنت كطالب لازم تكون عارفها. أخبار، مصاري، معلومات، نصائح، دلائل، أعمال، واجبات، أعمال منزلية، معدات. طبعا في كلمات رديفة إلها ممكن تكون تأخذ أس أو أس فبتصير countable noun، يعني مثلا advice نصائح، لكن في tips كمان نصائح فأخذت أس أو أس فبتصفي countable noun. هذا الجزء الثاني من تأسيسنا. الجزء اللي بعده راح ننتقل فيه نحكي عن الفعل، وبإذن الله يكون في الحصة القادمة. يعطيكم العافية.